تلزم خدمة يا باشا. باشا ده ايه يا فندم؟ شايفني قدامك بشنب؟ متأسف يا هانم، أصل ما كانش باين من حضرتك غير البنطلون. يا نبحتك يا أخي، هو البنطلون ما يلبسوش إلا الرجالة؟ تسمحي؟ شيل يدك، روح شطر على الحالة اللي أنت راكبها. الحالة اللي تمشي، أحسن من الكاديلاك اللي اتبلط في السكة. إيش فاهمك أنت في الكاديلاك يا غبي؟ عندك حق. طب تسمحي أوصلك؟ توصلني يعني إيه يا فندي وقح؟ روح حل عني. حاضر. اسمع أنا. أفندي. أنت أفندي اتعلمت الذوق فين؟ سايبني وماشي؟ اتفضل. حضرتك رايحة على فين؟ مش شغلك، امشي على طول. بسرعة شوية. أسرع من كده مش ممكن. ليه؟ أصل عربية جديدة وعاوز أحافظ عليها. ايه وقفت ليه؟ اصلها هتبيض. ايه؟ هتبيض. قوم يا فندم الشعلة شالها من السكة. بقول لحضرتك هتبيض، يعني تمام زي ما تكون ست هتولد. تقبالي اهشك وانت بتولدي؟ الحق عليا اللي ركبت مع واحد بارد زيك. انا بارد؟ وعربيتك ابرد منك. عندك حق. واحدة متعودة تركب كادلك ما يصحش انها تركب حلة. ازاي الحال؟ كله تمام يا فندم، عزلنا العيانين لوحدهم وجهزنا لك كل حاجة. أمال فين صاحب العزلة؟ منتظر سيادتك جوه يا فندم. جرج العربية يا زنفر. حاضر يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح النور. أفتكر حضرتك دكتور حسن؟ بالظبط يا فندم. أنا نادية. أهلا وسهلا. جده مستني حضرتك في مكتب. اتفضل. شكرا. يا جدو. اهلا اهلا اهلا، يا الف مرحبا. اهلا يا فندم. الدكتور يحب يشرب حاجه ساقعه من القهوه؟ لا القهوه كفايه ميرسي. اتفضل يا دكتور. اتفضل. يا سلام يا راجل، ده انا مستنيك من زمان. انا تحت امرك يا فندم. الموقف خطير يا دكتور، حاجه تخوف. صحيح يا ساتر، الدرجه دي؟ طبعا يا فندم، ثروه كبيره على كف عفريت. تصور سيادتك اني سعد
سعد اللي كان يخبط الحيط يهدها مش قادر دلوقتي يجر الساقيه حتى ولا يجر وسطه. ولا عزيز؟ عزيز يا عيني له صوته. سيادتك قصدك سحار؟ ايوه تمام سحار. ده لازم جحش. مظبوط جحش. انت الظاهر عليك طبيب نطاسي. والله الحاج ايهاب ابو الليسي مدح لي فيك قوي وقال لي انك انت الوحيد اللي هتنقذ البهايم من المرض المتفلسي فيهم. انا هو مطمن يا سيد امين، انا هعمل كل جهدي وان شاء الله هرجعوا احسن من الاول. والعلاج هيطول يا دكتور؟ والله يا فندم حسب الحاله، يمكن اسبوع 10 ايام كده. على كل حال احنا مجهزين المضيفة تبات فيها وتبقى على حرم. انا شاكر يا فندم. يا حبيبي امال فين العربيه؟ بتعطل على الزراعيه. انت يا فهيم يا اللي ماشي يا فندم. روح شوف الحمار اللي بيشغل ترمبة الميه هاتوا لي هنا حالا. حاضر يا فندم. وقف اتحرك. حاضر يا فندم. حمار وحضرتك هتبقى مين؟ دي اميره بنت ابني اخت ناديه الكبيره. ايه اللي اخرك كده اميره؟ شنب الفوشك ده شنب. المجرم السافل. الله هو مين؟ سايبني نص ساعة من غير ما يقول اني عندي شنب. الله ايه اللي حصل بس فاهمين؟ حصل ان العربية اتعطلت في السكة، بصيت لقيت واحد افندي خده اتزرع قدامي. بني ادم وخح جليات مجرد من الذوق ابرد من لوحة تلج. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يا ترى بتشتم مين على الصبح؟ هي دايما بتشتم كده في الفاضي والمليان يا ابني، لسانها متبرع منها. عن اذنك اما اشوف بتلبخ لي مين. اتفضل. لو شفت المجرم ده مش هركب عربيه تبن والشرف في عربيه سباخ. يا اميره يا بنتي وطي حسك، مش طريقه دي. اسكت انت يا جد، حمار مديه الارض هخليه ما يسواش بصره. استاذن يا سيد امين. طيب اتفضل يا ابني، المضيفه تحت امرك. مرسي قوي يا مدموزيل نادي على القهوة. أشكرك. أنا حضرتك. سامع شتمتك بودنك وخارج كده بمنتهى البرود. هو حضرتك كنت بتشتميني أنا؟ يا أخي اللي على راسه بطحة دايما بيحس بيها، ولا أنت ما بتحسش أبدا؟ مش أولا نتعرف ببعض وبعدين ندخل شتيمة وردح؟ ردح ده إيه يا أفندي؟ يا قليل أدب يا اللي ما تربيتش. عيب يا بنتي، إيه الأفاصيل اللي بتقوليها دي؟ الأفندي ده مجرد من الإحساس. انت لو كان عندك دم كنت كلمت كنت قلت حاجه. انا اصلي مش قليل الادب. فعلا يا افندي انت مش قليل الادب، انت عديم الادب. وبعدين معاكي بقى لم لسانك شويه، اعملي حسابي انا على الادب. انت لولا وجودك انا كنت خدت قلمين. انت عايزه تخديني انا قلمين؟ وقلمين شويه عليك كمان. وبعدين يا بنتي عيب اللي بتقوليه ده مش الدرجه دي. سيبها يا سيد امين، هي اصله راكبها العصبي، خليها تتفش. اتفضلي خديني يا لميف. مستنيها ايه؟ انا ما وسخش ايدي. اغسل لك وش. يا حقك علي يا دكتور، امسح الغلطه دي فيا. دكتور؟ ايوه دكتور. ايه عجبه؟ انت دكتور؟ ايوه الدكتور البيطري اللي جاي يعالج البهايم. قول كده من الاول، بيطري ما عاشر بهايم. انا فعلا عاشرت بهايم كتير، انما عمري ما قابلت بهيمه قال لي تدب عليا. جدو انت بتضحك؟ لا ابدا يا بنتي ابدا، اصل المضروب ده دمه خفيف قوي. جدو اطرد المضروب ده بره. عيب يا اميره يا بنتي عيب، الراجل سايب شغله في مصر وجاي هنا عشان يعالج البهايم. يا سيد امين الدكاتره كتير. يا اميره هانم انا اسف لو كنت ازعجتك، انا مستعد. يا افندي انت طريقتك في الكلام بتنرفزني، انت دمك ساعة اكتر من اللازم. اي صح يا فندم، وانت كمان دمك حامي اكتر من اللازم. برا ساي يا بنتي، الدكتور هيقعد هنا عندنا 10 ايام ويمكن 15 او 20 يوم. عشرين يوم كده
يبقى انا بقى اللي ماشي اعدلكم. الله، هتروحي فين يا بنتي؟ اسافر في اي داهيه على بال الترقيحه دي، متغور من هنا. تسافري فين يا بنتي والناس اللي جايين النهارده عشان يشوفوكي؟ ناس مين؟ العريس اللي عاوز يخطبك. عريس؟ مش موافق عليه من قبل ما اشوفه. ده تعالى هنا فهمني، ايه الحكايه؟ هي بتلبخ لك ليه؟ انتوا تعرفوا بعض؟ ابدا يا فندم، انا جاي على الطريق الزراعي لقيت عربيتها عطلانه، ركبتها في عربيتي، هزقت عربيتي، رحت منزلت كده. انا في غايه السعاده، انا ممنون منك جدا. ليه يا سيده مين؟ لانك اول واحد قدر يقف قصادها بالشكل ده. يا ابني محدش قادر عليها ابدا، حتى ولا انا. على العموم انا اسف يا فندم، استاذن. اتفضل يا ابني، اتفضل. شفتي؟ شفتي؟ اما حته ولد عرف يشكمها وقف الشتيمه ببقها. انت بتاع البهايم. نعم يا سيد. العربيه واقفه عند شطنوف، ابعت حمار زيك يجرها. حاضر يا سيد. والعمل يا جدو، العريس زمانه جاي. وانا بايدي ايه يا بنتي؟ ادي الله وادي حكمته. ده ربنا هديها النهارده وقشتها رضا، شتمتني بس. اهلا وسهلا. اني فتحيه؟ يا الف مرحب. مين يا فتحيه؟ ده سلامي خطيبك يا ست نادي. الو؟ لما يا حبيبي، بتتكلم من ايه؟ من المكتب يا روح قلبي. انا عايز اطمن اميره موجوده ولا لا؟ الحمد لله، مسافه السكه هكون عندكم. طبعا العريس وامه معايا. ده عريس لقطه، مش ممكن ترفضه، يستحيل. ده في منتهى الهدوء والرزانه والتحمل، بيشتغل في الحديد والصلب. اطمني، عقدتنا خلاص اتحلت، اميره هتتجوزه 100%. يسمع منك ربنا، وعلى طول احنا كمان نتجوز نفس الليله والساعه والدقيقه. هخلي المأذون يكتب لهم باليمين واحنا بالشمال. انستونا وشرفتونا. احنا اللي زدنا شرف. الله يحفظك يا هانم، اتفضلوا اتفضلوا. اسمعي يا بنتي، اطلعي الليلة. ما تطلع انت احسن يا بنتي. لو انتبهي عشان خاطري. حاضر، عن اذنك. اتفضلي يا بنتي. ما فيش صورة تتفرجوا عليها على ما تيجي؟ أيوة أهي. يا سلام، اتفرجي يا تيزا، ما فيش كده شربطات. يا أختي عليها وعلى حلاوتها، شوفي حلمي. اتفرج اتفرج يا أستاذ حلمي، اتفرج، شوفي البراءة، شوفي الوداعة. يا سلام. هي عمرها قد إيه؟ هي ما كملتش سنة. سنة؟ أيوة. يعني اخطبها دلوقتي واكتب كتابها بعد 20 سنة؟ لا 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 لا، أنت فهمت غلط. العروسة دلوقتي عندها يجي 21 سنة. ملهاش صورة فيها كبيرة؟ لا أهي. عشان خاطري يا أميرة، الناس مستنيينك تحت. يلا بقى حبيبتي عشان نفرح بيكي. تفرحوا بيا ولا تزحلقوني من وشكم؟ ليه بتقولي كده يا أميرة؟ كل يوم والتاني جايبين لي خطاب أشكال وألوان. تقدري تقولي لي مهتمين بيا وبجوازي ليه؟ علشان حضرتك تجوز سلامي بتاعك. لان جدك حبيبك مصمم ما يجوزكيش الا لما اتجوز انا، مش كده؟ علشان انت الكبيره يا اميره. لا يا روح اميره، عشان اذا جوزك قبلي هقعد انا في ارابيزو. عايز يرتاح مني ومن خلقتي؟ ابدا يا اميره ابدا، انت بتتصوري حاجات مش على العموم. انا خلاص هريحكم مني. هتعملي ايه؟ هتخطب. صحيح يا اميره، صحيح. ميرسي. نعمين يا طنط. هي أميرة الكبيرة. أيوة طنط الكبيرة، العقلة الراسية. طب ما خطبتهاش ليه مدام هي الكبيرة؟ أخطبها؟ ما خطبتهاش ليه؟ ما خطبهاش، ما خطبتهاش. هي دي الأصول، مش كده يا أمين بيه؟ أيوة يا هانم. أنا أقول لك يا طنط، أنا وقفت الاتنين قدامي وعملت قرعة. حادي بادي سيدي محمد البغدادي شاله وحطه كله على، طلعت نادية من اسمتي. ومين عارف، يمكن ربنا عامل كده علشان تطلع أميرة من اسمة حلمي. أختي نازلة حالة على الأقل من مهلها يا حبيبتي. مبروك. على إيه؟ عقدتنا خلاص اتحلت. إزاي؟ هتوافق المرة دي؟ مش معقول. طب احلفي وحياتك عندي. استر يا رب.
والدة الأستاذ حلمي فهمي نظمي رسمي. أهلا يا بنتي. حصل لي عظيم شرف يا حلمي. الأستاذ حلمي فهمي نظمي رسمي. بسم الله ما شاء الله، سبحان من خلق وصور. ميرسي. ميرسي. متشكرة أوي، ربنا يجعلها من نصيبك، باين عليها هادية وعقل أوي. ربنا هديها أوي النهاردة. مش قلت لك؟ أنستونا. الله ينسك يا ابني. احنا سعداء جدا جدا جدا. استاذ حلمي فهمي نظمي رسمي. ايوه انت. قول كلام غير ده يا استاذ لحمي. حلمي فهمي نظمي رسمي. لحمي ايه؟ ما كنتش قادر تستنى على روحك خمس دقايق، هتيجي قدامك اهو. قلت ايه يا عريس؟ انفع؟ مستني راي والدتك؟ انت عندك كام سنه؟ شهادتك ايه؟ متربي فين؟ حاجه غريبه. وانت اللي هتخطبيني؟ طبعا مش من حقي. اشمعنى انتوا يا رجاله تدوا نفسكوا الحق ده؟ تقدر تقول لي انت عايز تتجوز ليه؟ علشان دي سنة الحياة. سنة الحياة انك تجيب واحدة تتحكم فيها وتفرض عليها سيطرتك عشان تحل عقدك وتغطي مركبات النقص اللي عندك؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ ده حاجة مش معقولة أبدا. تهدي أخلاقك يا شاطر، احنا بنناقش قضية مهمة مش بنتخانق. لا بنتخانق ولا بنتصالح، يلا يا ابني. أرجوكم يا جماعة، انتظروا شوية. الله. إيه الحكاية؟ مالك يا مدموزيل نادية؟ أصل أميرة بتتخاتم. طب وبتعيطي ليه؟ عشان بتبهدل العريس وأم العريس. حضرتك عريس؟ لا يا لمعي، ده الدكتور حسن اللي جاي يعالج البهايم. البهايم؟ آه. تشرفنا يا فندم. أنا لمعي قريب نادية وخطيبها ومش عارف أتجوزها. أهلا وسهلا. عن إذنكم. تعالى هنا يا أستاذ لمعي. بقى مش حرام عليك تجيبنا على ملا وشنا عشان نتبهدل بالشكل ده؟ بقى دي التحفه بتاعتك يا سلامه؟ دي اللي سنه بينقط سكر؟ والله يا استاذ حلمي فهمي نظمي رسمي. بلا حلمي بلا فهمي بلا نظمي بلا رسمي. يلا يا ماما. يلا.
تعمله ده يا حضره البتار؟ لذيذه قوي. لا يا شيخ، وضحكتها حلوه ولها غمزات تجنن. انت بتستعبط؟ ايه اللي خلاك تمسك الالبوم ده؟ الصوره لفتت نظري، اصلها على طبيعتها خالص، بلبوص واضحه ما فيهاش تكلف، زي المعزه صغننه. ازاي تسمح لنفسك تقلب في البوم عائلي؟ انت ثلاجه يا اخي حس. خد شنطتك وامشي من هنا حالا. خلي بالك لاحسن يجي لك شحار زي الجحش اللي بره، احسن من التلامة اللي عيان بيها الحمار اللي واقف قدامي. والله يا ابني انا ما عدت عارف اعتذر لمين ولا لمين. على كل حال انا اسف يا دكتور. ما تزعلش نفسك يا سيد امين، هو المهم دلوقتي ان انا نفذ رغبتها واسيب البيت وامشي. تمشي؟ والبهايم؟ ممكن سيادتك تستعين بدكتور تاني. مش ممكن، مستحيل، ده انا كنت واضع عليك امال كبيره قوي. في ايه يا فندم؟ في البهايم اللي في الاسطبل والبهايم اللي فوق. يا ابني انا خلاص غلب وغلب غلبي، كبرت في السن يا دكتور ومش قادر عليها. لو كانت ولد كنت اتبريت منها، لكن دي بنت، يعني شوكه في ظهري. تصور يا دكتور، 9 خطاب يقولها وهي اتمرمط بيهم الارض. طيحة في العالم، ولا بتحترم كبير ولا بتحترم صغير. طلباتك يا سيد امين، انا تحت امرك. تحت امر ايه يا ابني؟ ده انا ما صدقت لقيتك، وقلت ده اللي يكسر شوكتها. جايلي سيادتك دلوقتي تقول عاوز اسيبك وامشي؟ طب ما تزعلش يا جدو، انا لا يمكن اسيبك في وقت عصيب زي ده. كده؟ والبهايم والحيوانات اللي بترفص وتنطح علمها لك الادب. الفتحة للنبي. ركب الحمار زي ما فكيته. الحمار ده لازم يستريحوا مين؟ اربط الحمار يا بتولي وخليه يوصل العربية للجراج. اسمعني ما اقولك، انا استحملت كتير، انما قسما بالله العظيم لو شغلت الحمار ده لانا مكتفك وراعك علقه عمرك ما اكلتيها في حياتك. طبعا انت شفت الميه دي؟ تمالك يا تحييم، دي شربة مركزه، لو حصلك معدتك يلزمك اسعافات حالا. انا تحت امرك. انت تخرس، انت دكتور حمير وبس. يا خبر، حرارتك 39.5. حرام عليك يا أميرة، هو لا عندي في العاية كمان. حرارتها 39.5 يا جدو، شوف لها دكتور أوام. نعمل ايه يا بنتي؟ بعتنا الحكيم من مركز ما لقيناش، نجيب دكتور من مصر يا حسن. مش معقول يا جدو، هيوصل بعد ساعتين. طيب انت مش تقدر تتصرف؟ انا جاهز يا فندم، بس هي تقبل؟ انا هطلع اقول لها.
زنفل. أميرة أميرة، يا دكتور حسن جاي يعمل لك إسعافات. أنا أفضل أموت ولا دكتور الحمير ده. مساء الخير من مدير أميرة. خذها من عصيرها واطلع برا. حاضر حالا، أول ما أطمن على صحتك. أدخل. ما تخافيش، مش هيكتفك. انت في التاريخ؟ لا. قولي لما حكته يطلع بره. انا عايزك تعالي دلوقتي، صحتك اهم من كل حاجه. ده اللي خد منه الحمار الصبح. ايوه. لا مش ممكن. انت عندك حاله ضعف زي الحمار بالظبط. بالشفا ان شاء الله. اميره ارجوكي. زنفل. افضل. هات اللجامه والمسدس. حاضر يا فندم. يا بو هتشربي بالزوق ولا كتفك؟ اشرب بس. شيل حضر الابرة يا زنفر. افتح. اطلع بره يا سهل. ايه الزرقة؟ يا عزي كتفها يا اخي. عن اذنك. خليها خليك معانا من فضلك. ممكن تسرحي دلوقتي وما تفوريش دمك، كلها نص ساعة وتقوم البرطعي. يا ستين داهية كتك الغمي. وانت من اهل وطنك. ازيك النهارده بقى يا ست الكل؟ كويس الحمد لله. البركه في الدكتور. دكتور مين؟ قصدي دكتور البهايم والحمير. الواد ده متقيل قوي. ازاي يسقيك الدواء بالمسدس ويديك ابره الحمير؟ ايه البواخه دي؟ خلاص الواد انا كرهته عنها. طب ومستني ايه؟ اصلي يا بنتي البهايم تموت لو طردناها. طب سيب لنا بقى الحكايه دي، انا هعرف ازاي ربي واطفشه من هنا. ليه بس يا بنتي؟ الله، انت مش لسه بتقول انك كلته عمى؟ رجعت في كلامك ولا ايه؟ مين انا؟ لا ابدا، اتصرفت وياها زي ما انت عايزه. انا لغايه ما هناك كنت جاي علشان اطمن عليكي واقول لك كمان اصحابك تحت وعاوزين يسلموا عليكي. طيب. والله الدكتور حسن ما يستاهل منك ده كله، ده كان قلقان عليكي قوي امبارح. ما عشان كده عايزه ارد له الجميل. اميره بعد الشر عليك يا حبيبتي. ميرسي يا منى. سلامتك يا اميره. الله يسلمك. مش احسن النهارده؟ انا كويسه مش تعبانه ولا حاجه. امال ايه حكايه الدكتور ده؟ ازاي تسكتي له على اللي عمله؟ مين قال لكم؟ لازم جدته. باين عليه قليل الذوق خالص. واحد معاشر البهايم بيفكر بقى عليه الطور. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. مش ممكن يكون بتاع بهايم. لا بتاع بهايم يا فندم، كل انواع البهايم. ازاي صحتك الغاليه النهارده؟ احسن من عشرة زيك. طب عال الظاهر ان صحتك بتيجي على العلاج البيطري. يا حضرة البيطار، اذا كنت فاكر ان الدواء بتاعك هو اللي خففني تبقى غلطان. ثم انا ما كنتش عيان، انا زي الحصان اهو. قعدت زي البومب. يا سلام. والمشاوير بتاعت امبارح بالليل دي كانت ليه؟ كان عندي شويه صداع وخدت اسبرين. اسبرين؟ يا خبرك ابيض، انا غير مسؤول.
هيجيلك شحار. يعني ايه شحار يا دكتور؟ الشحار عند البهايم يعني الزغلط عند البني ادمين. دمك خفيف قوي. مالكيش حق يا اميره، ده بدل ما تشكريه. عشان ايه؟ علشان خففك، خصوصا قبل عيد ميلادك. مش احسن ما كنت تقضيه في السرير؟ هو عيد ميلاد امتى من موزين ناس؟ بعد بكره. كل سنه وانت طيب يا فندم. وانت بالبلد. طبعا هتشرف الحفله يا دكتور. انا مش محتاج لعزومه يا فندم، ده بيتي. بيتك ده يا استاذ؟ انا عمري في حياتي ما شفت برود زي ده. انت مجرد دكتور حمير جاي تقضي مموريه بقى. جالكوا كلامي؟ اهو ده الشحار. ان ما كنت اتقى فشك من هنا. اعملي لبخه رد على زورك واشربي عريق كوبايه عصير برسيم. عقبالنا يا نبيه. قصدك عيد ميلادنا يعني؟ لا، عقبال جوازنا. من بقك لباب السماء يا لمي. انا متهيألي انزل اجيب مأذون دلوقتي. يا ريت يا لمي، بس لازم اميرة تتجوز الاول. مالها يا اختي مساهمه النهارده؟ لا بتشخط ولا بتشنب. بيقولوا ان الحكيم البتر ادالها حقنه. قلتيلي الدكتور حسن فين؟ مش باين. ماشي خدتك لنا حاجه عدله، ما تبعتي حد يندهله. انا مش فاهمه انتوا عاجبكم في ايه. الدكتور حسن بيقول لك عقبال 100 سنه وبيعتذر لحضرتك علشان عنده شغل مهم. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا مريضات الاميره. دكتور الحمير حسن. اما دمه خفيف بشكل اسمها وقاحه مش خفه دم. اشربي دول كمان دول هيفرفشوكي قوي. ايوه شاطره. ايوه برافو. الله، المازال اميره. أنا جاي أشكرك على الهدية اللطيفة اللي بعتها لي. العفو يا فندم، دي حاجة بسيطة. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب يا دكتور. ما جيتش الحفلة ليه؟ آسف، بس مشغول شوية. بالمعزة؟ طبعًا مش شغلي وأكل عيشي. المعزة تخليك ما تجيش حفلة عيد ميلادي؟ يا مدموزيل أميرة، المعزة دي عندها روح زينا بالظبط، وإحساس وشعور. مسكينة كانت عيانة، كنت لازم أقعد جنبها. انت لسه زعلان مني يا حسن؟ حسن ابو علي اللي بتحب المعزة. الله، ايه الحكاية؟ انت لطيفة قوي لولادي. عارف يا حسن، الشراسة والنمرة ده مش في طبعي. انا ما وعاش على المرحوم بابا، وكيد هو اللي رباني، وكان بيدلعني قوي وينبسط لما اشتم. علشان كده اتعودتي انك تهزقي وتشتمي الرجاله؟ انا اسفه يا حسن على كل اللي حصل مني. انا عارفه انك بتكرهني، مش انت بس، كل الناس بتكرهني. سامحني يا حسن، ارجوك تسامحني. الله، انت بتعيطي؟ لا يا حسن، لا، انا عمر ما حد بسني. لا سيبني سيبني.
اصيله. الحيوان المعاشر الحيوانات السافل المنحر. ماله اتكلمي طربي. يا ريت يا جدو يا ريت. ايه اللي حصل؟ رحت سلمتني بألف طيب عازم على حفلة. يا جدو مكسوفة اقول يا جدو مكسوفة مكسوفة. ما هو لازم اعرف حصل ايه. احاول يبوسني بالعافية ولما منعته هجم عليا وقطع لي الفستان. هي حصلت للدرجة دي؟ انا هشرب من دمه اللي جاي. اجدو انت سمعت اللي قالته اميرة؟ ايوه لكن اقسم لك بشرف ان في حاجة من دي حصل. يا ابني انا مصدقك من غير ما تعرف. اسمع اقول لك على سر بس ما تفتنش عليا. ابدا. انا شفتها وهي خارجة من عندك مزعت فستانها قبل ما تدخل. يعني موضبة لك بقى. صحيح راجل خسيس ما تختشيش. انت دكتور بهاجم بقى يا راجل. ادخلك بيتي واعاملك زي ابني تدوس على كرامتي وما تراعيش حرمة بيتي؟ اقتلوا يا جدو اقتلوا. انا هتكلم بمنتهى الصراحة. انا معترف بكل اللي قالته اميرة. شايف المجرح يا جدو؟ انا معذور يا اخواتي غصب عني ما قدرتش امسك نفسي قدام رقتها وجمالها. انا بشر يا عالم ضعفت قدام تشجيعها ليا. اخلص انا شجعتك يا كذاب يا مفتري. اميرة جات للمضيافة قبل كده 5 مرات وكانت معايا في منتهى الرقة وصرحت انها بتحبني وكانت بتشتمني قدامكم علشان تغطي العلاقة اللي بيننا وبين بعض. ياما جابت لي فطير مشلتت. فطير؟ وياما جابت لي عسل ابيض. عسل؟ وياما بقت توكلني القشطة في بقي. قشطة؟ في بقه؟ كذاب حقير جدو تلو اقتلو. حالا فين الطبنجة يا ولد؟ الطبنجة. اعذروني يا ناس كنت هعمل ايه قدام ده كله؟ يعني معترف بغلطتك؟ معترف. وعلى العموم انا تحت امركم. يا تقتلوني يا تجوزوني. جدو انا طالب منك ايد اميرة. بتقول ايه يا حسن؟ ما تجوزوه بقى يا جدو. جدو جدو انا اطردوا يا كلبة يا سفلة يا منحطة. جدو اخرسي. وصلت بيك الدرجة انك تروحي له المضيفة وتأكليه القشطة ببقه وانا الاخر بقول القشطة بتروح فين؟ انا لازم اقتلك واخلص. لا يا جدو لا اقتلني انا اذبحني انا. انا فدا حياتي حبيبتي مراتي مستقبلي كده؟ تكتب عليها الخميس اللي جاي. ايوه الخميس اللي جاي. حاضر يا جدو. وانتم كلكم تكونوا موجودين وتشهدوا على كتب الكتاب. مبروك يا جدو. مبروك يا حبيبتي. الف مبروك يا عروسه. انتوا صدقتوا اني اتجوز ده؟ يا اخي ده بعده والفرح اللي تحت حترباه فوق دماغه. يا الطرف الله كمان ربع ساعة وابقى عريس. عريس ياهو 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 ياهو. حسن اتأخر قوي يا لمحي. حسن ده عصره نمر يعني لازم ينزل يشتري الشبكة من مصر. ايه ده؟ طب وبعدين الوقت بيفوت والمأذون قاعد من الصبح. انا عندي فكرة يا جدو. ايه هي؟ ايه رأيك بدل المأذون ما هو قاعد كده يكتب كتابي على نادي على ميجا ابو علي كده؟ ايوه. يا سلام على الفصاحة. افرض ان حسن ما جاش. ارجوك اعتقني من النصايح بتاعتك. حسن اتاخر. مبروك ربنا يتمم بخير. حسن ما جاش ليه؟ انا عارف نزل مصر يجيب الشبكه ما رجعش. يا سيد امين الوقت اذهب الوقت كالسيد. فاهم فاهم يا شيخ حسن ان الوقت اذهب وانه كالسيد. ان لم تقطعه قطعك. فاهم بس ان الله مع الصابرين. اذا صبروا.
ايوه اديني 43500 مصر مستعجل. الو حسن، حسن منى يا عريس. الو الو هذا معدى قلبا وانت ما شاء الله يا الفرحه ولا ازيك يا عريس؟ ازيك يا عروسه؟ انا جاي ابارك لك. الله يبارك فيك. فرحك الليله ولا نسيت؟ الله، هو انت خدتي المساله جد؟ الناس على الاقل واخدينها جد. انا ماليش دعوه بالناس. والفضيحه اللي هتحصل مالكش دعوه بيها؟ مش انت السبب؟ ليه؟ هو انا صحيح كنت باجيلك المضيفه؟ انا كنت متلوعه في حبك وباكلك العيش طبقك؟ وانا حاولت ابوسك بالعافيه وقطعت لك هدومك؟ كان قصدي اطفشك من العزبه لانك هزقتني قدام كل الناس. وانا اضطريت ارد على كذبك بكذب زيه علشان اغطي موقفك. عشان تنقذ نفسك بس. وانقذك. انت فضحتني، خليت وشي في العرض. سبحان مغير الاحوال. المناخير اللي كانت في السماء بقت في التراب. لدرجه ان الناس كلها بتقول انك هربت بعد. انا اسف جدا. ما كنتش متصور ابدا انك وفيتي على الجواز. امال كنت فاكر ايه؟ كنت فاكر انك مظبالي مطب زي اللي فات. قد كده فقدت الثقه بيا؟ وانا ممكن اثق فيكي بعد كل اللي عملتيه. عندك حق، بس المساله دلوقتي بقت تمس كرامتي. لازم نشوف حل للوضع السخيف ده. الوضع السخيف ده انت اللي حطيتي نفسك فيه. حاولي انت انك تلاقي حل له. ما هو مفيش حل غير انك ترجع معايا. علشان؟ عشان تتجوزني. اتجوزك؟ الناس والمأذون لسه موجودين. يعني عملت المشوار ده كله وعاوزاني اندب في الجوازه دي بس علشان كرامتك؟ وكرامه العيله وكرامه الراجل الكبير اللي بيحبك زي ابني. كرامتك انت بس، انت ما بيهمكيش الا نفسك. افرض. انا اسف. يعني ايه؟ يعني ما اتجوزش واحده ست لسانها زي المبرة، ست بشنب. نكتب الكتاب بس، وبعد كام يوم كل واحد يروح لحاله ونتطلع من سكات. الجواز مش لعبه زي ما انت فاهمه. انا كمان عندي سمعتي. ازاي اجوزك النهارده واطلعك بكره؟ الناس تقول عليا ايه؟ يعني مفيش حل عاجبك؟ والله يا فندم بصراحه اي حل يربطني بيكي انا غير موافق عليه. انا اسفه اللي جيت لك، ما كنتش فاكره انك تتخلى عني في وقت زي ده. طب ايه رايك لو نقول ان احنا اتجوزنا كده بالكد؟ يعني ايه؟ يعني ترجع معايا دلوقتي ونقول لهم ان احنا اتجوزنا في مصر. وبعدين؟ بعد ما تعالج البهايم تنزل مصر ما ترجعش، احاول ان احنا اختلفنا وبعت لي ورقه الطلاق. قلت ايه؟ يرضيك الحل ده؟ بس علشان خاطر جده. متشكره، اتفضل العربيه تحت. طب تسيبي لي قلبي جاكيتك؟ مفيش وقت، اتفضل. انا خلاص مخي هينفجر. معلش يا لمعي طول بالك شويه. انا ما عادش عندي لا طول ولا عرض. لمعي لمعي ابدا. يا سيد امين، ده شيء زاد عن حده ثم انقلب الى ضده. جده
جده. اتوسل اليك، ابوس ايديك، اركع تحت رجليك، خلصني بقى جوزني. استنى يا بني ادم، مش لما نعرف البنت حصل لها ايه. لاخر مره انا بطلب منك انك تكتب كتابي على نادي. اعتقني بقى، احنا في ايه ولا في ايه كده؟ اهو ولا اتهزقت يا لمحي. طيب انا ماشي، سامعة؟ انا ماشي، ولما تحلوا مشكلة اميرة ابقوا تعالوا نادوني. سلام عليكم. لمعي. نعم. لمعي عشان خاطر. ابدا ابدا ابدا. مارا لا، تكشير لا، لازم تكوني سعيدة لحسن ما يصدقوش اننا متجوزين. حاضر. جدو جدو خاصي جدو في عينك قليلة الأدب. كنت فين يا بنتي دلوقتي؟ اسأل حسن يا جدو. وانت يا فندي ايه البرود المتناهي بتاعك ده؟ احنا هنا بنلعب السغمية؟ انا اسف يا جدو، انما استدعوني في حالة خطر في جنينة الحيوانات، كانت الدبة هتموت، فاضطريت اروح عشان انقذ حالها. وبعدين وهو جاي في السكة العربية تعطلت، قام ضرب لي تليفون عشان يعتذر عن التأخير، فخفت ليكون جرى له حاجة ومخبي علي، فنزلت مصر بنفسي عشان اطمن عليه. مش كده احسن؟ مظبوط يا مرمورة. ايه ده يا بنتي يا ريت الحياة؟ هو عيب ابوس كوزي. بس انت وهي فهموني ايه الحكايه. افهمك يا جدو. اصل بصينا لقينا روحنا اتاخرنا عليكم، قلنا مش معقول هتستنونا لغايه دلوقتي، فخدناها من قصرها وكتبنا الكتاب في مصر. اتجوزتم؟ لا انا يا دي الليله الكوبيا. مبروك يا حسن، ولو ان الحكايه دي مش داخله مخي ابدا. يا جدو فعلا ما حصلش ابدا اي حاجه من ده كله. ها؟ هي جت ترجتني علشان ننقذ الموقف ان انا ارجع واتم الجواز، رفضت بشده، عيطت، اضطريت ان انا اوافق على حل وسط، نعمل متجوزين كده. طب وبعدين؟ وبعدين يا جدو انا تحت امرك، يعني لو كنت تثق فيا انا مستعد اكمل تمثيليه لغايه ما نكسر مناخيرنا. ايه رايك؟ انت لو كنت ولد خلبوص ما كنت صرحتني بالحقيقه. استمر في تمثيليتك يا حسن. مبروك يا حسن، انا سعيد، اسعد انسان في الدنيا دي. فين العوالم يا فتحيه؟ انت العوالم بتكون مش مروحهم على وقت. ابتسم. مبروك عليكم بعد
نادي شوق ومحبة، نادي جمع شملكم يا أحبة، مبروك عليكم بعد شوق ومحبة، نادي جمع شملكم يا أحبة، نلت المنى يعرفوا الروح الجنبة. مش هنام؟ ينام؟ اه طبعا. هات المفتاح ده. افتح الباب خليني اروح. طبعا كده في عروسه تروح بيتها يلاقي ليله دخلتها. الناس تقول ايه؟ عيب يا شيخه، عيب عيب. انت بتستبر ولا ايه؟ طب اي حاجه تقول لي كلام زي ده؟ انا جوزك. جوزي؟ وانت مراتي. اميره يا حبيبتي، الجواز مش مساله ورقه ومأذون، الجواز اساسه الاشهار والاعلان. انت وهبتي لي نفسك وكان في شهود على كده. قلتي يا مراتي يا حبيبتي يا حتة من قلبي. ابعد عني احسن لك. في ناس بره. عارف لما اديت ايدك على حاجتك؟ وابون عليك. يا ايدك يا سود على دماغك وتبص. ما تنرفزيش نفسك، تحبي نفركش الحكاية؟ نفركشها؟ ازاي؟ بسيطة خالص. اطلع اقول للناس وجدوا الحقيقة، اننا اتزفينا والباب اتقفل علينا من غير ولا مأذون ولا ورقة ولا يحزنون. ايه رايك اخرج انا ولا تخرجي انت؟ انت سافل نجل مغل. الشتيمه بتطلع من بقك زي الشهد. يا مرات يا مؤدبه يا حلوه يا جميله. خش غيري هدومك بقى. ما جبتش هدوم معايا. اجيبك بيجامه من عندي؟ لا. طب خش ريحي على السرير. مش هنام. هتتعبي كده. مش شغلك. أميرة صباح الخير. ناموسيتهم كحل. لازم كانوا سهرانين طول الليل. ايه العمل دلوقتي؟ في الناس اللي جايين يباركوا لك هيقولوا ايه لما يلاقوكي لسه بفستان الفرح؟ قلت لك مش جايبه هدوم معايا. ما قلت لك البسي بجامه من بتوعي. مش لابسه. اسمعي يا حياتي، انا استحملتك كتير، انما خدي ابتدى دي. اخبط دماغك في الحيط. خشي البسي بجامه. لا قلت لك خشي البسي بجامه. الله انت بتشخط فيا. امشي نجري لرقع لك سدارك. امشي نجري. ما ستات سايبين مايسين ما يجوش غير بالدفع على دماغهم.
اهلا اهلا بالزغاريل الحلوين. اتفضل. صباحية مبارك يا دكتور. الله يبارك فيك. عبالكم كلكم. عبالك يا نادي. امال فين اميرة؟ اميرة في الحمام. استريح. اميرة. مرمر. مراميرو. صباح الخير. ايه ده انت لابسه يا اميرة؟ دي جاكيت بيجامتي. بيجامتك؟ مش معقول. اي والله. هي اللي صممت. قالت لي والنبي حسونة ممكن تلبسني بيجامتك علشان لما اقوم من النوم الصبح احس ان انا لابسه حاجه من ريحتك. مش كده يا روحي؟ مش كده؟ كده يا حياتي. يا سلام، طول الليل واحنا سهرانين ما دقناش طعم النوم، بنفكر في البيبي اللي جاي. هي عاوزه ولد وتسميه سونه، انا عاوز بنوته حلوه كتكوته اسميها مرمر، اصورها بلبوس واحطها في البوم العيله. صباحية مباركة يا عزان. عقبال الحبايب وحبايب الحبايب. الله يبارك فيك يا فتحية. عقبالك. ايه جايبالنا ايه بقى؟ فطار الهنا يا عريس الهنا، مشلتت وزبدة وجبنة وقشطة، يستاهلوا بقك يا سيدي. الله يخليك يا فتحية. نستأذن احنا بقى، نسيبكم تفطروا سوا. مش عايزة حاجة؟ لا انا اسفة، ميرسي قوي. مع السلامة. عندك ايه؟ هتعملي ايه؟ ايه هاكل؟ ما اتعشتش من امبارح. ولا ولا ولا. زنفل يا فندم. تعالى هنا شيل الاكل ده. الله. امرك يا فندم. حاضر. بس كده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ اقولك بقى، اولا انا راجل ليا كرامة وما احبش اكل من بيت اهل مراتي، احب اصرف على بيتي ومن عرق جبيني. ثانيا انا صاحب مزاج، احب اكل الثلاث طقات من ايد مراتي. ما اعرفش اطبخ. اتعلمي. ما تعودتش اقف قدام بوابير. تعودي. قولي هنا انت ايه حكايتك؟ بتتعمر على ايه؟ انا بستعمل حقوقي كزوج. زوج؟ انت لازم جرى المخ الحاجة. انت اللي عندك وش. انت جوزتني امبارح بالليل ولاخر مرة بقولك، كان في شهود. احنا مش اتفقنا على الطلاق؟ وانا عندي كلمتي، لكن مش كده بسرعة. مستني ايه؟ ما اقدرش اطلقك يوم الصباحية، تبقى فضحتك بجلاجل. انت انسان سافف. الحال من بعضه. طب وهنستنى قد ايه؟ اسبوع وعشرة ايام. عشرة ايام؟ مش ممكن، محدش يقدر يستحملك عشرة ايام. معلش اتكي على نفسك. اولا لازم اخلص علاج البهايم، ثانيا لازم نستنى ما يرجع لمعي واتجوز نادية، ثم لازم نسبق التمثيلية اللي ابتديناها. وهنعمل ايه يا فصيح؟ نبين للناس اننا مختلفين ومفيش وفاء علشان يبقى في سبب للطلاق. فهمت. وناوي تعمل ايه؟ ناوي على 10 ايام عتنانه يا حياتي، كل الاوامر تنفذيها يا روحي مهما كانت سخيفه ودمها تقيل. يعني تغسلي لي هدومي، تقلعيني الجزمه لما ارجع من الشغل، تكنسي المضيفه وتمسحيها، وفي اخر المده ندب خناقه لرب السماء، ابهدلك فيها تمام، ارقعك بالقلم، اخبطك شلوط، اشتمك قدام اهلك. يعني امثل دور الزوج النادل اللي ما عندوش اخلاق. بالشكل ده يبقى عندك حق تطلبي الطلاق وتكسبي الكل في صفك، وتبقي انت الضحيه المسكينه وانا السافل الشرير. شفتي بقى اخلاقي عاليه ازاي؟ يا سلام، منتهى النبل. اشكرك. قلتي ايه؟ طب افرض نفذت لك كل اللي بتقول عليه، ايه اللي يضمن لي ان اخلص منك؟ الضمان الوحيد ان انا نفسي عايز اخلص منك. ها اتفقنا؟ للطمانينة يا ست هاني. ايه ده؟ الغدا.
انا هطبخ كل ده؟ قلنا الاوامر تنفذ. داخل الحاجات دي المطبخ يا زنفر. حاضر يا فندم. خلاص يا روحي؟ خلصت روحك يا بايخ يا تلم يا حقير يا بتاع الحمير يا ابو دم تقيل. ادب ادب واللي بتعمله فيا ده ادب. الحق علي ان انا عاوز اعمل منك بني ادم ست بيت. اخرج من هنا احسن. اوامري تتنفذ بالحرف الواحد. حد يصدق ان اميره بتطبخ 8 اصناف بيتها؟ لا يا سيد امين ما زودهاش بقى. زي ما بقول لك ده انتوا لو تشوفوها يستحيل تقولوا دي اميره. يا اخويا شوقتني. ها اهو جاه الهمام. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا بطل. سعيده هانم بنت اخويا. تشرفنا يا فندم. حشمت ابن عمتي. تشرفنا يا فندم. ده احنا اللي زدنا شرف. سمعنا يا اخويا انك بتسوي الهوايل. لا تلاقي جده بس بيبالغ شويه. ازيك يا ناديه؟ ايه اخبار لمعي؟ اتصلت بيه 4 مرات ما لقيتوش. لا حاولي تاني، احنا عايزين نفرح بيكوا بقى. ميرسي يا ابي. وحاتك ابعتي حد المضيافه يجيب لي الاكل. حاضر يا ابي. ده غير انه الكلام بحق وحقيقي. صحيح يا دكتور اميره بتطبخ بايدها؟ طبعا، انا ما احبش اكل غير من ايد الست بتاعتي. يا متع. اهلا يا اميره، اهلا يا روحي. اهلا اهلا. اهلا يا حبوبه. ميرسي يا طنط. ازيك يا عم؟ اهلا بعروستنا الحلوه. انا تعبتك قوي معايا النهارده يا اميره. تعبك راحه يا حبيبي. انا كمان تعبت في الشغل. معلش يا حسن، المفروض ان كل واحد يتعب عشان خاطر التاني. في حاجه يا حسن؟ ايه الحكايه يا حسن؟ اتفضلي. على الغدا يا فندم اتفضلي.
الله اكبر، تسلم ايديك يا حبيبتي. اتفضل. صباح الخير يا اميره. صباح الخير يا جدو. اهلا وسهلا يا بنتي. ازيك يا دكتور حسن؟ الله يخليك يا فندم. لما تتفضلوا، دي اميره طبخ بايديها النهارده. معقول؟ والله اتفضل. تولع الفرن. معلش يا حبيبتي. ايه ده؟ ها؟ ايه ده؟ صنف جديد ده يا أميرة؟ نجريسكو. نجريسكو؟ أيوه، مكرونة بالفراخ. يمكن يا بنتي. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك ليا. ألم في الكفتة؟ ما حدش داخل بيني وبين مراتي. أنا حاسس من الأول إني خدت مقلب فيكي. أنا آسف إني اتجوزت واحدة زيك. أنا كنت قاعد مبسوط ومستريح وباكل من إيد زنفو اللي بيعمل أكل زي الشهر. اخص عليكي وعلى اليوم اللي اتجوزتك فيه، اخص. أول مرة في حياتي أشوفك بتعيطي فيها. بس يا روح جدو، كفاية قطعتي قلبي. عندك حاجة تانية مقطعة؟ ما افتكرش. في أي حاجة للغسيل؟ ما أظنش. تحب أكنس المطيفة؟ الدنيا ليه؟ تحب أمسح البلط؟ مفيش داعي. أي أوامر تانية؟ لا. تفتكر لو كنت متجوز بحق وحد تلاقي واحدة تستحملك بالشكل ده؟ ما انت مستحملاني اهو. غصب عني مضطر اصبر لغاية اليوم الموعود. و ناوي تعتقني امتى ان شاء الله؟ لما نفرح بنادية ولمعي. يعني كل اللي همك جواز نادية ولمعي؟ على الاقل الواحد يحس انه عمل عمل طيب في البيت ده. انا عمري ما وقفت في طريق سعادة اختي. ده شعور جميل. كملي جميلك بقى وطولي لحد ما تتجوز، وبعدين هننفذ طلباتك. هتطلقني؟ اي. مش ضروري توضبي الكنبه، مش هتباتي هنا الليله. امال الحنان فين؟ في بيتكم. هقول لهم ايه؟ قول لهم متخانقين انا ضربتك علقه اي حاجه عشان الطلاق ما يكونش مفاجاه ليهم. اتفضلي. تحب اجي بدري اصحيك؟ مفيش داعي، البركه في زنفر. طيب تصبح على خير. بنتي من هنا. يا مدموزيل، انا بقى
خلال النص ساعة طلبة 40228 مصر. أيوة مكالمة شخصية، أستاذ لمع الكفراوي. ألو يا ترانك. يا مدمازيل رجي. ألو ألو. سعيدة يا كده. سعيدة يا أميرة. الله مالك يا بنتي؟ مفيش فايدة يا جدو، مش ممكن حياتنا تستمر. ليه بس يا بنتي؟ حصل ايه تاني كفل الشر؟ شتمني وهني وضربني علقة. سخنة؟ سخنة باردة، اهي علقة وخلاص. المهم ان احنا اتفقنا على الطلاق. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه الخبر الوحش ده؟ انا بس مستنية نادي لما تتجوز. هفضل مستحملة الذل والهم لغاية ما اتكتب كتاب. جدو جدو أميرة، لقيته يا جدو، لقيته، لقيت لمع جاي بكرة ويكتب الكتاب بكرة. اخص. ألف مبروك يا حبيبي. ميرسي يا أميرة. ده لمع فرح أول لما عرف إن أنت اتجوزتي. إيه الحكاية يا نادية؟ إيه اللي جاي بكرة وهيكتب بكرة؟ وماله يا جدو؟ وفيها إيه؟ فيها إيه إزاي؟ أنت فاهمة المسألة أسهل إيه بنت؟ لازم نستعد ونعزم الناس، نفرش الرمل، نعلق الرايات. انا لا عايزه رمل ولا ريات، انا عايزه اتجوز وبس. كلمه واحده، كاتب الكتاب بعد شهر. شهر؟ يا خبر اسود ومنيل. اسمعي الكلام، لازم تستعدي وتجهزي. انا جاهزه ومستعده اتجوز حالا، ودلوقتي اهو الحقيني يا اميره، الحق اختك الصغيره. افتكر جده عنده حق برضه. اعملوا حسابكم، لو لما يجي وسمع الكلام ده هيطفش ومش هيورينا وشه ابدا. اذا كنتوا بقى ترضوا بكده اعملوا اللي انتوا عايزينه. ما تزعليش يا نادي، عمي جوز بنت عمي. اهلا وسهلا. خالد مرات ابويا. حصل لنا الشرف. ابن عمي جوز عمتي. حقا يا اميره، دكتور حسن ده شربار. هو في زيه؟ يا سلام عليك يا دكتور حسن، ربنا يخليك ليا يا جوز اختي. مش تخلصي بقى يا نادي عشان البسك الطرحه. تعرفي يا اميره، الجواز احلى حاجه في الدنيا. يا رب كل البنات اللي في الدنيا يتجوزوا ولا يطلقوش ابدا ابدا. خدي يا كيكي لبسيها بتاعها. على فين يا اميره؟ نازله تحت شوف المأذون جه ولا لا. ميرسي يا اميره، ربنا يخليكي ليا ويهنيكي بجوزك. اتفضلي بنت خالد جوز اختي. اهلا وسهلا. جوز بنت خالد جوز اختي. تشرفنا. المأذون ما جاش يا جدو. اتفضلي مدام، اتفضلي ما تكسفيش. اتفضلي مدام كاترينا وابنها يورغو وكاسينا، جيران مرات خالد مرات ابويا. اتفضلي. كالوريزيكا كالوريزيكا مبروك. كالوريزيكا. ايه يا جدعان؟ نعم. انت هتجيب لي ناس تانيه كمان؟ ادور لك ادور لك. أميرة. حكمة، ازيك يا حكمة؟ ازيك يا عمت؟ ازيك انت؟ وحشاني انت. يا خسارة، يا ميت خسارة. ليه يا حكمة؟ من حياتكيش يا أميرة، طرتي من إيدي. ماما هي السبب، الله يسامحها ماما. ربنا يسامحني، أنا اللي كنت غلطانة. لكن معلش، ملحوقة. ملحوقة ازاي؟ ما خلاص. لا مش خلاص، احنا البعض مهما حصل. انت بتحبني وانا بحبك. أميرة. لا لا لا، مش وقت يا حكمة. امال امتى؟ الليلة. الليلة؟ ايوه.
المأذون اللي هيجي عشان يجوز نادية هيطلقني ويجوزنا. أنا وأنتي؟ أميرة. عن إذنك. المأذون ما جاش، لو الشيخ حسن النبي مش فاضي نجيب مأذون تاني. طول بالك يا حسن يا ابني. ما بديهاش يا جدو، سامح مستعجل وأنا كمان مستعجل. وأنا مستعجل أكتر منه. وبعدين وياكي بقى. دي مش تعقلي يا بنتي يا أميرة. يا جدو إحنا متفاهمين واتفقنا على كل حاجة. مش كده يا سونس؟ كده. أنا يا زنك. الدكتور حسن شكري جوز الأستاذ حكمة الشركسي خطيبي. تشرفنا يا سيد الشركسي. أنشانتي. وحكاية الخطوبة دي جت فجأة كده؟ فجأة إزاي؟ إحنا نعرف بعض وإحنا صغيرين والحب بيشعل في قلوبنا من زمان. يا سلام ما شاء الله. أمال؟ مش كده يا حكمة؟ كده يا روحي. روحك؟ وأكتر من روحي. يا سلام ظريف قوي ولطيف قوي. مين ميرسي ونبيه قوي. ألف مبروك يا أميرة. برافو عليك يا شركسي بي، أنت عرفت تنقي صحيح. أميرة مخلوقة لطيفة زيك ورقيقة زيك، كلها عزوبة وأنوثة. أمال هتطلقها ليه؟ سؤال وجيه. علشان أنا نجل تربية حواري ما استحقهاش. أنا ما يليقش معايا غير واحدة شلقة زي، إنما أميرة يا سلام دي عايزة ملاك من السماء. هي اسمها أميرة وأميرة صحيح صدقني. يا حضرة ما تنساش إنها لسه مراتي. وما تنساش إن هو خطيب. حكمة تعالى سلمي شوية بقى يا جد. مفيش مأذون في البلد غير الشيخ حسن النبي ده. أنا زهقت، أنا طهقت. طب والله إن ما جه في ظرف خمس دقايق لأروح أكتب كتابي في الكراكور. صبرك صبرك بالله، ما تضيعش رزقك، استنى عليه. حاضر. أهلا مولانا. أهلا أهلا أهلا. مولانا أمينة حبيبتي وصل. هو مين؟ الشيخ مأذون. أقبل يا مولانا أقبل، لقد وصلت روحي إلى الكراكور. فين دفاترك يا أستاذ؟ خليني أمضي. تمضي كيف يا بني؟ لا بد من اتخاذ الإجراءات ولا محيص من إرسال شهود يأتون بموافقة العروس. محيص؟ محيص ده يا أستاذ؟ العروسة موافقة بقى لها ثلاث سنين. لا محيص يا بني، لا محيص. برضه يقول لي لا محيص. أنا موافقة عشان حسب النبي. اكتب أوامر أدخلك الله الجنة. يلا يا جدو. لا محيص، المنديل جاهز. طيب تعالوا على أوضة المكتب. اتفضل. طلب صغير يا مرسي. انا عايزه الطلاق يتم قدام الناس كلها علشان انا وحكمه اتفقنا على الجواز بعد الطلاق مباشره. كده انت بتضحك علي. دمك خفيف بشكل. ارجوك ده مش وقت تريق. انا ما بتريقش، بس انت غايب عنك حاجات كتير قوي. زي ايه؟ اولا لو طلقتك ما تقدريش تتجوزي واحد تاني غير بعد 3 أشهر. ثانيا وده الاهم، علشان المأذون يطلع حضرتك لازم توري له اسامه الجواز. عندك اسامه؟ ها؟ انت لسه مش حاسه بالمطب اللي انت وقعت فيه؟ مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. تصدق بالله انا مش مصدق. لا اطمن، المره دي حصل. اقول له انت اتجوزت اميره كنت فضلت احب ناديه لحد دلوقتي. مبروك اميره. عقبالي انا معاكي انت اميره. طب استاذن انا بقى اوضف شنطتي عشان نازل مصر دلوقتي. ليه؟ لازم الفيل واخد برد. حاجه زي كده. مع السلامه ابي. الله يسلمك. مع السلامه ومع الشكر كمان. العفو. سلام يا جدو. وحياة ماما انا مش مصدق ان احلامي اتحققت في 3 دقايق. مبروك ان شاء الله يا شركتي بيه. مبروك يا امير. متشكرين. انا اسف يا امير، انا عمري ما هنسى اليومين الحلوين اللي قضيتهم معاك.
الحق. وقت انت تعزمني على الفرح. الوداع يا نادي. تكوني بتحبيه. كباني رفض يطلقني. رفض ازاي؟ ده يطلقك ورجله فوق قفاه. يا اخي اعتقنا بقى جتك ليلة. وبعدين يا اميرة المسألة دي لازم نشوف لها حل. ايوه يا جدو لازم يطلقني. ما هو عشان يطلقك يا بنتي لازم يتجوزك في الاول. انت كنت عارف يا امال كنت فاهماني ايه؟ طوطور؟ يعني قاعدين بتمسخروني كلكم وانا مش دريانة؟ مش وقته يا اميرة. احنا دلوقتي مزنوقين زنقة الكلاب. نخلص نفسنا في الاول وبعدين اعمل اللي انت عايزه تعمليه. يا شيخ حسب النبي. قديما. تعالى. احنا عاملينك في شغلة مهمة ومستعجلة. تحت امرك. يلا ملامح. نعم. تعالى معايا. مش فاضي. مش فاضي ده ايه؟ تعالى معايا. يا جدو ده. تعالى. تعال يا أميرة. أميرة. فهمت يا سلامعي ولا لسه؟ أبدا. حسن هيتجوز أميرة. وليه؟ ما هو متجوز. وبعدين حسن هيطلق أميرة. الله. طب ويطلقها ليه؟ ما دام بتقوله مش متجوز. طيب اشهد دلوقتي وبعدين افهم على مهلك. خلصنا يا أستاذ حسب النبي. صبرك بالله يا سيد امين. ونعم بالله. حاضر. زمانهم اتطلقوا خلاص. هما مين اللي اتطلقوا؟ اميره وحسن. مش معقول. ايوه يا نادي انت ما تعرفيش. ولما راح معاهم عشان يشهر الطلاق. لا لا ما تتفضل يا استاذ حسن النبي. حاضر. الله انتوا قاعدين كده ليه؟ ما تشوف شغلك يا عم الشيخ. بس يعني قعدتكم دي مش حسن. لا يا استاذ انت هتجوزنا ولا هتعلمنا نقعد ازاي؟ امرك استهاني. هات ايدك. هات ايدك يا دكتور. اتفضل. اديني منديل يا سيدي. اتفضل يا سيدي. اهو. قولي ورايا يا سيدتي. اني استخرت الله. اني استخرت الله. وزوجتك نفسي بنفسي. وزوجتك نفسي بنفسي. وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة. والصداق المسمى بيننا. والصداق المسمى بيننا. مبروك. افتح يا لامعي. افتح يا مجرم. افتح. افتح يا متوحش يا عديم الضمير. والله لو وقعت فيدي افتح نافوخك. سامع. عاجبك كده؟ دي خلصك كده يعني؟ طيب تعال امضي في الأول وخلصنا. وأنت يا زعرب يا زنفر تعال. تفضل يا سيد. تفضل. ايه ده؟ الصداق المسمى بيننا مهرك يا حرم المصفوف. اخرسي. انت دلوقتي بقيتي مرات الكد. امتى هطلق؟ اول ما اوصل مصر ابعت لك ورقتك. زنفر طلع شنط. حاضر يا فندم. مبروك يا سيد امين. والله انا بقالي 40 سنة مأذون ما شفتش جوازة بالشكل ده. تفضل يا استاذ. لو تعرفي الحقيقة هتبوسيني من هنا ومن هنا. بسيتك عقربة تلوشك وتقومك يا سافل يا منحط. نادية انت جرالك حاجة؟ انا مش ممكن اعيش معك يا شيخ. حسب النبي. حسب النبي؟ لازم تطلعني من المجرم ده دلوقتي حالا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نادية جرالك ايه انت روحك؟ مين النهاردة لو انت جد ولا عرفك؟ نادية نادية نادية. نتكلم بعيد شويه.
انت مش عايز تطلقني ليه؟ ما قلتلك ما تقدريش تجوزي غيري الا بعد 3 اشهر. وانا ما بقدرش اقعد معاك 3 دقايق. مش هتشوفيني لغايه ما بعتك ورقه الطلاق. ورقه الطلاق لازم تكون في ايدي دلوقتي حالا. الشيخ حسب النبي لسه موجود. الناس كلها فاهمه اني طلقتك خلاص. انزل وياك مصر وتطلقني وارجع معايا الورق. طب اركبي. اركب وراك انت في العربيه اللي هتجعها دي. انا غلبت. عارف ما رجعتيش دلوقتي والله لا تيجي علقه قدام الناس. تديني علقه يا مجرم. والحق هيبقى معايا. انا مطلعك بالتلاته وبتجري ورايا يا تلمى يا رزله. انا تلمى؟ انا رزله؟ طلعني طلعني طلعني. الحق يا جدو حسن بيضربها. اسكت يا غبي. لا لا يا حسن سيبها البيت.